سعد 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 ايه بسرعه 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 اتحرك اتحرك بسرعه بسرعه لك واحد يركب ورا واحد يطلع ورا يا شباب واحد يطلع ورا يا شباب لك سياره لك سياره تطلع ورا السياره سعد جريح من جراء القصف الطيران الحرب الروسي على مدينة اللطاني بريف حماس الشمالي. منذ قليل قصف طيران الحرب الروسي مدينة اللطاني وأحدث دمارا هائلا في العراق لاحظ سيارات الإسعاف. الحمد لله على السلامة يا أخي. الله يسلمك الله يسلمك. إسعاف الجريح ما هي؟ الحمد لله جريح واحد الحمد لله ما في شيء. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على السلامة من الجميع. فرق الدفاع المدني سار المكان مش الحال مش الحال مش الحال الحمد لله مش الحال يا شباب في جريح اسعفوه جريح واحد اسعفوه الحمد لله جريح شو جريح اسعفوه اسعفوه مش الحال مش الحال مش الحال مش الحال شباب الله يحميكم الله يحميكم يا شباب الله يحميكم اذا في هذا المكان سقط صاروخ وعاد الطيران الى الاجواء عاد الحرب الى الاجواء شباب انتبه يا شباب